يا هلا والله وحلين في فيديو اليوم. فيديو اليوم سويته عشان الحلقة الأولى عجبتكم، أفضل مطعم يقدم صدور دجاج دايت. هذه الحلقة حتكون أفضل وجبة لحم في جدة. قبل ما يبدأ الفيديو، لو ما أنت مشترك في القناة سوي لايك، ولا تسوي سبسكرايب تشترك في القناة، ولو حابب أكون مدربك أدخل على موقع anmarfit.com. في برامج مختلفة حسب هدفك، تنشيف، تضخيم، تمارين منزلية، سواء كنت ولد أو بنت، كبير في العمر أو حتى صغير. طبعا كل برنامج بيكون تمارين مصوره بالفيديو، بشرح لك كيف تسوي التمرين يوميا، تكنيك، تكرار، عدد الجلسات، بالاضافه لنظام غذائي محسوب السعرات الحراريه والماكروز، وخمسه اختيارات لكل وجبه عشان ما تطفش. حتى كمان حط لكم اختيارات من المطاعم. فاذا حابين تشتركوا ادخلوا الموقع، اشتراك مدى الحياه مره واحده تشترك ب 329 ريال. دحين خلونا نبدا فيديو اليوم. اول مطعم حنبدا فيه مطعم بروتين شيف. في الحلقه السابقه في الدجاج اخذ تقريبا مركز الثالث، حنشوف اليوم اذا اللحم حقه كمان كويس ولا لا. في مطاعم ممكن نصدم نلاقيها في الدجاج مره كويسه، في اللحم العكس. فاول شيء نبدا بنفس اللحم، طبعا ده لحم بالفلفل الاسود، شرايح اللحم معاها فلفل اسود وشرايح فطر، مره طري ومره لذيذ اللحم. الرز، رز عادي، خضار حتكون عادية غالبا بس باين انها فريش. مطعم عنده بيبي كاروت، هذي فريش غالبا. صراحة مرة لذيذ النكهة ومرة طري ومن جد دايت. خلينا نشوف المطعم الثاني. المطعم الثاني مطعم لين ميلز، وجبة الشيلي بيف، رز اصفر، خضار واللحم، لحم مع صوص. ذوق اللحم لوحده، نكهة كويسة، شوية سبايسي كمان، بس اللحم نفسها ما هي طرية، ما هي زي المطعم الأول أبدا. نجربها مع الرز، ناخذ اكسبيرينس كذا كامل. لذيذ والله، النكهة مرة لذيذة، 10 من 10، يمكن أحسن من المطعم اللي قبله، ولكن المشكلة في طراوة اللحم. المطعم الثالث اف اي، اخذنا وجبة ستيك مع رز ويجي معاها طبعا الخضار. نجرب اللحم، شرايح لحم شوف كيف ما شاء الله كبيرة، تحسها مرة مليانة بروتين، ما زي المطاعم الثانية صغيرة قطع. جودة اللحم مرة كويسة وصحي جدا، باين ما في دهون. يمكن نكهته صراحة مو مرة عجبتني، خلينا نجرب مع الرز. النكهة صراحة في مشكلة دائما في المطعم، ممكن مع ملح شوية بهارات تكون أفضل، ولكن وجبة صحية طرية. الطعم يمكن 7 من 10 أو 6. المطعم اللي بعده كابتن شيف، برضو بيسوي نفس الحركة في كل وجباتهم، بيكتب السعرات الحرارية. لحم فول سوداني كبير، 500 كالوري، 19 جرام بروتين، 36 بروتين و 52 كربوهيدرات. هذه هي الوجبة، شكلها حلو. صراحة العيب الوحيد اللي الآن شايفه ما في خضار، انا صراحه لازم يكون في خضار في الوجبه، فلو اضيفوا خضار حتكون شيء حلو. جرب الرز مع قطعه اللحم، طعم دي 8 من 10 وطراوه 8 من 10، يعني في الوسط نقدر نقول، ما هو طراوه مره كويسه، طعم لا زي بعض تقريبا، ولكن اكل صحي من جد والله، صحي صحي. المطعم اللي بعده لايون شير، اسم الوجبه لحم مكسيكي مع الرز البني، نفس الفكرة، بيكتب السعرات 400 كالوري، 38 بروتين، 8 دهون و 47 جرام كربوهيدرات. تغليف حلو، أكل جاهز يكون ما يغرف لك هو زي المطعم اللي قبل. شكل الوجبة صراحة مرة مشهي، إن شاء الله كمان الطعم يكون حلو، ريحتها كويسة كمان ما شاء الله. نجرب اللحم، شكله حار، بسم الله. صراحة في الحلقة السابقة كان الدجاج حق لانشير الأخير، لكن اللحم طري ولذيذ والله. الرز بني ما حقدر أقارنه بباقي الأرزاز، بس وجبة كويسة. طيب طعم اديها 9 والله، 9 زي اللي ميلز، كان تقريبا زي اللي ميلز، وبالنسبة صحية فهي صحية، ممكن نقول 7 من 10، لأن في صوص كثير وطرية ممتازة. وجبة لذيذة ما كنت متوقع الصراحة، لانشير اللحم افضل من الدجاج. والمطعم الاخير
فيت هاوس دجاج شيلي بيف. شيلي بيف هذه أكثر وجبة مشهورة في مطعم فيت هاوس. نجربها مع الرز. أمانة قد جربتها قبل كده كانت أحسن من كده. دجاج اللحم ما هو طري مع في اليوم ما عجبتني صراحة. مرة شكر تمدو شوية ناشفة. النكهة كويسة بس مرة ما هي طرية. نكهة ديها 8/10. طراوة اللحم 6. خلينا دحين مع التقييم. والآن مع التقييم حنبدأ من الأخير للأفضل. ولكن مو نقول الأخير معناته هو سيء. طبعا ما هو سيء. هذا كله رأي الشخصي. وتقييم كده للأكل. كلها مطاعم كويسة وانتو اخترتوها. نبدأ المركز الأخير مطعم FE Kitchen. ليه ما عجبني مرة؟ عشان الدجاج ما في له طعم. ما في نكهة للأمانة. كده كان دجاج كانه لحم مسلوق. اللي بعده مطعم فيت هاوس. دائما يكون افضل. ما اعرف اليوم ليش. ما احب المطاعم صراحه اللي تغير الجوده. اللحم مره ناشف وما عجبني. بعده عندنا مطعم بروتين شيف. كويس يعتبر في النص. اكله فريش فهذه ميزه حلوه. واللحم ممتاز طري نكهه متوسطه. اللي صدمني صراحه بعده ليون شير. في الدجاج كان هو الاخير. في اللحم المركز الثالث. شيء كويس. لحم ممتاز نكهته مرة قوية. النكهة هي اللي خلتني اختار. كنكهة يمكن هو اكتر واحد فيه نكهة كده عالي 9-9.5. بعده لين ميلز كان المرة اللي فاتت الاول. الحين هو الثاني برضو من التوب 2 توب 3. شيلي بيف لذيذ طري لذيذ وطري خلاص يكفي. واول مطعم مطعم كابتن شيف. اخذ الاول صراحة. مرة لذيذ فول سوداني وطرية اللحمة. بس لو سمحتوا حطوا خضار. انبسط مره لو كان الطبق ده فيه خضروات. هذا كان تقييمي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لو جربتوا دي الوجبات اكتبوا لي تحت في الكومنت ايش جربتوا منها. تقييمكم ليها. لو في مطعم ما حطيناه برضو حطوه. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. كان معكم انمار. لا تنسوا تتابعوني على حساباتي في سناب شات انستغرام وتيك توك. يوميا بنزل محتوى ان شاء الله حيعجبكم. باي باي.